موجز الأخبار، أهلا بكم. قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن أزمة قطر ناتجة لسياسات حكومتها في حق جيرانها، واصفا الأزمة في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنها سياسية بامتياز وأن حلها سياسي. واعتبر الوزير الإماراتي أن المشكلة الأساسية ليست في الشعوب، لأن النسيج العربي واحد. يواصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد زيارته إلى الأردن ضمن جولته الإقليمية لبحث الأزمة اليمنية، وتعهد ولد الشيخ ببذل الجهود مع المجتمع الدولي لمساعدة اليمن في تخطي الأزمة التي وصفها بالصعبة. وكرر المبعوث الأممي مطالبته للقوى السياسية كافة بفتح مطار صنعاء لتخفيف معاناة اليمنيين وتأمين المساعدات الإنسانية لهم. كان ولد الشيخ ناشد في جلسة سابقة بمجلس الأمن الشهر الماضي جميع القوى في اليمن دعم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة وعلى وجه التحديد للأفراد الذين يحتاجون إلى رعاية طبية والطلاب الذين يدرسون في الخارج. وفي الشأن العراقي، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة العراقي يان قابش أنه سيتم عقد مؤتمرات دولية قريبة في العاصمة بغداد لإعادة إعمار المناطق المحررة. جاء ذلك خلال مباحثات عقدها كوبش ووزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري الذي أشاد بدور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في إغاثة النازحين، داعيا إلى دور أكبر في حشد المجتمعات الدولية لتقديم المزيد من العون ومساعدة للعراق لتمكينها من مواجهة التحديات الناجمة عن محاربة الإرهاب. وفي الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديداته تجاه كوريا الشمالية حال استهدافها لجزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادي. وقال ترامب إن رسالته إلى بيونغ يانغ بأن واشنطن سترد بالغضب والنار لم تكن قوية بشكل كافي. وهدد الرئيس الأمريكي بيونغ يانغ قائلا إنها ستندم بشدة إذا قامت بأي عمل ضد الولايات المتحدة أو حلفائها، مضيفا أنه يعتقد أن الصين ستتخذ المزيد من الأفعال بشأن كوريا الشمالية. من جانبه، أقر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس بأن أي حرب مع كوريا الشمالية ستكون كارثية، غير أنه شدد في المقابل على أن الجهود الأمريكية لحل الأزمة مع بيونغ يانغ تركز حاليا على الدبلوماسية، مشيرا إلى أن البنتاغون يأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي يوقف مسعى كوريا الشمالية للحصول على صاروخ باليستي نووي عابر للقارات قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة. وأوضح الوزير الأمريكي إن بلاده لديها في الوقت ذاته حلول عسكرية جاهزة. وفي الملف النووي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران تلتزم بروح الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 الذي استهدف تقييد البرنامج النووي لطهران، مشيرا إلى أن السلوك الإيراني لا يتفق مع روح الاتفاقية. وفي سياق متصل، أعلن ترامب عن عزمه زيادة النفقات على الدفاع الصاروخي بمليارات الدولارات، وأن الإعلان عن خطته في هذا الشأن الأسبوع المقبل. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عمرو أحمد. أهلا وسهلا أستاذ عمرو، أهلا بكم. أهلا بكم أستاذ عمرو. ما أسباب التصعيد الأمريكي الأخير بشأن الاتفاق النووي الأخير مع إيران؟
يعني الاتفاق النووي مع إيران، إيران كان الدول الغربية وأمريكا كانوا حطوا شروط لإيران، وهي عدم تصنيع أسلحة باليستية أو إقامة تجارب صاروخية من الممكن أنها تركب رؤوس نووية بعد إبرام الاتفاق النووي مع الدول الخمسة. ولكن يمكن الأيام الماضية شاهدنا إيران بتقوم بتجارب صاروخية باليستية، تلك الصواريخ يعني تستطع حمل رؤوس نووية، وهو ما يشكل مخاطر أو ما يشكل مخاطر على مصالح الأمريكية في المنطقة، ومن ثم ومن ناحية أخرى هو يخالف بنود الاتفاق النووي مع الغرب. أستاذ عمرو، في رأيك إلى أي مدى ترى أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي؟ وهل العقوبات الأخيرة عليها هي فعلا خرق من الجانب الغربي للاتفاق كما تقول طهران؟ لا، يعني دائما طهران تستخدم لغة في خطابها الإعلامي هي لغة متناقضة. يعني إحنا لو بصينا للخطاب السياسي الإيراني دائما داخليا بيتكلم عن فكرة إن إحنا ملتزمين وإن إحنا من حقنا إن إحنا نطور بلدنا، بس إحنا ملتزمين بالاتفاق. ومن ناحية تانية تلاقي إن الحكومة الإيرانية في زيارات خارجية مع مسؤولين من دول الغرب عشان يأكدوا على فكرة إنهم ملتزمين بالاتفاق النووي. فكرة زي ما قلت في الأول إن إيران بتقوم بتجارب صاروخية، ده بيخالف نص الاتفاق مع الدول. ولكن إيران يعني هي حريصة كل الحرص على استمرارها في تطوير منظومتها الصاروخية، وده اللي دايما بيسبب قلق عند الدول الغربية وخاصة أمريكا. نعم، برأيك سيد عمرو، ما موقف الدول العربية خاصة الخليجية من التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران؟ وهل كان للدول الخليجية دور في حث الطرف الأمريكي على استصدار العقوبات؟ والله بص، يعني حتى لا نكون مبالغين في الأمر، من مصلحة الدول العربية أن يكون في خلاف ما بين أمريكا وإيران. كان في تصريحات أمريكية كثيرة بتتحدث عن فكرة أن إيران هي الراعية الأولى للإرهاب في المنطقة، ويمكن ده بيصب في صالح الدول العربية ان هي بتتقرب اكتر لامريكا، وبيكون في جهود لمكافحة الارهاب باعتبار ان ايران ند لبعض الدول الخليجية او نقول معظمها يعني. تمام، لكن فكرة هل الدول العربية بتلزم امريكا انها توقع عقوبات على ايران، ده يعني امر غير منطقي للمرة. يعني ليس كان لها دورا في تلك العقوبات، احنا ما نقدرش نقول ان هي ملهاش دور في فكرة العقوبات ولكن هي ليها دور في التعاون الامريكي، في ان هي تتحدث عن فكرة التدخلات الايرانية في المنطقة. يعني لا يبتعد الموضوع عن الملف ده بالاساس. استاذ عمرو المحلل السياسي، شكرا لك. ختام الموجز، شكرا للمتابعة والى اللقاء.